تو سويت نمشيول فيها إنا فيها إنا. صفاقس المدينة الجميلة والمزيانة من عمرانها لسكانها، وسط المدينة ولا خارج أسوارها، في دواحيها اللي بالخير عامرة وديما مليانة. من بين الثنية مدخل صفاقس من تونس العاصمة، الساقية الحية اللي ديما معبية صباح وليل وعشية. ساقية الزيت علاش هكا التسمية، والإنا زعما وين مخبية؟ الساقية تشيدت وتبنيت من عهد الرومان، تعرفت بالبرج وتشهرت بالجنان، وزيتون مسطر تسطير بيدين فلاح فنان. التبنات معاصر وعوضت الكرد من وقتها، وكل مرة تزديد وتكثر معاصر تقليدية منها والعصرية جات من بعدها. وسطها ثنية وادي تعدى بين بنياتها، جات مطر غزيرة وقتها فيضت الواد وهزت محصول الزيت معاها، والزيت ولا يجري عوض الماء بنشوى رحها. هيك علاش الناس اللي شهدت على الحادثة ساقية الزيت هثنية سميتها. هذه هي أصل حكاية ساقية الزيت اللي ما زالت مزيانة بماليها ومحافظة على تاريخها وعهدها من وادها لمعاصرها. برافو زينوبا، جادور اصلا التسمية حلو برشا. معناتها ساقية الزيت هي جيت بالزيت، لكن ما ربما الناس ما تعرفش الحكاية متاع الماء اللي تخلط بالزيت، ولا معناتها الزيت هو اللي موجود في السواقي. امورهم اللي تك الزيت فوق الماء. امورهم ستة زيت. ستة زيت فوالا. سقيت انا. سقيت انا. تحية للناس الكل اللي تسمع فينا في ساقية الزيت. تعرف هذا باش معروف ساقية الزيت اخر. باش معروف، انت ولد الساقية. ما نحكيش تاريخيا، ساقية الزيت معناتها معتمدية لتنا. حية ديما حية. أي وقت مشيلة مركز الساقية في أي وقت مشيله، تحب تأكل، تحب تعمل تدهش، تحب تشرب قهوة، في كل وقت. في كل وقت نحكي في الفجر. في الفجر على صباح بكري معناتها. أي حكاية تعملها معناتها بون، إلا الإدارات العمومية اللي توا احنا قاعدين ديجا نحاولوا باش نحلوهم في الليل معناتها، خاطر الماء بعد خدامة. سوف كو معناتها أي حاجة أخرى، أي مرفق حياتي أخرى تلقاه موجود في الساقية، ومعناتها ساقي في الليل تولي معناتها حافلة مزار للجميع. معناتها يتلقى من طريق المطار، من سكره، من طريق جبس. اكيد الناس اللي تحير تقول لك مشي للساقيه تو تلقى. معناتها فوالا ما يلقاش حاجه يمشي للساقيه. تحيه لاولاد الساقيه الكل، وبنات الساقيه، وبنات الساقيه، ولاد الساقيه اللي معنا، سكان الساقيه اللي يسمعوا فينا الكل، نحيوهم ويعطيهم الصحه. واحنا نتبعوا ساقيه الزيت هكا ولا احنا تنيور؟ احنا تنيور لما نتبعوا ظهر لي المعتمدين ساقية الزيت. الشحية كلها تابعة ساقية الزيت. ساقية الزيت شفت معلومة غابتك هذه، شفت نزلت معلومة أخرى. لا أنا مش نتخش في شي ديال قانوني معناتها وترابي وكذا، خاطر فيها إن الحكاية. فيها إن عملنا عليك معناتها تنيور الفوق هنا تبع ساقية الزيت. لا نقصد هنا وين موجودين نحن توا، احنا تابعين ساقية بين نازلة بين النزلتين. مرجعنا النظر معناها معتمدية ساقية الزيت. معناتها نحيو رواحنا احنا موجودين في ساقية الزيت. ميرسي بوكو، نحيو كل الناس اللي تبع فينا. نتواصلوا بعضنا حتى العشرة متاع الصباح، نشرة الأخبار ثمانية، خذ الأخبار الرياضية، ثم دقيقة سياسات، ثم ينطلق المشوار اليوم باش نتحدثوا على مبادرة الوسيط لحل أزمة التعليم.